تحقيقاً لمبدأ الممارسة الديمقراطية وتماشياً مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، أضحت إعادة النظر في التقسيم الإداري ضرورة حتمية، إذ أنها واحدة من الحلول لخلق موازنة بين البلدية الريفية والحضرية. نقطة هامة تطرق إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه مع فعاليات المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو. رئيس الجمهورية كان صريحاً ووضع إصبعه على الجرح عند تأكيده على أن عدم تدارك الوضع بفتح ملف التقسيم الإداري يعني تضييع مزيد من الوقت في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهداً بالوعود والبرامج التي يقدمها المترشحون في المواعيد الانتخابية المحلية، والتي غالباً ما تصطدم بواقع آخر وهو ما يكبح قطار التنمية المحلية. لدوسيه بريوريتار بالنسبة لنا هو إن شاء الله لديكوباج تيريتوريال، روفوار لديكوباج تيريتوريال، ونعاود نشوف القانون تاع البلدية والقانون باش نرسخ الديمقراطية أبارتير دو لا كومين. سينو راني نضيع في الوقت، لأن الانتخابات تشوف الأحزاب كل واحد البرنامج تاعو، كل واحد يقدم للمترشحين تاعو، واللي فاز في النهاية ما يقدر يدير والو. بعد 60 سنة استقلال جاء الوقت من نعاود نشوف إعادة تنظيم تاع بلادنا. سا كومونس أن بلو كولي افيك لا رياليتي ايكونوميك اي سوسيولوجيك دو بي. أولوية سيحظى بها ملف التقسيم الإداري من طرف الرئيس لتحقيق موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقاً لمبدأ التنمية عبر جميع الوطن. فولاية تندوف بشساعتها على سبيل المثال للحصر تضم بلديتين اثنتين فقط يصعب فيهما تحقيق تنمية بوتيرة متسارعة، على عكس ولاية أقل منها مساحة تضم عدداً كبيراً من البلديات حيث تسهل مأمورية المنتخب المحلي. لقاء رئيس الجمهورية بفعاليات المجتمع المدني كان فرصة للتأكيد على التوجه الاقتصادي للبلاد المعروف بالاقتصاد الحر، الذي يتيح لكل جزائري فرصة خلق الاستثمارات. اقتصاد يلعب فيه المستثمر دوراً رئيسياً عكس ما كان عليه الحال في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث أسست الدولة الاستثمار المركزي. من خلال تأكيد الرئيس تبون على أن الدولة سترافق المستثمر بتوفير الظروف الملائمة ورفع العراقيل البيروقراطية. التنمية يقوم بها الجزائريات والجزائريين في بلادهم، المهم أننا نرخص لهم ونفتح لهم الباب وننحي لهم العراقيل والبيروقراطية حتى ينطلقوا بمشاريع اللي يخلقوا لابي. هذه اللي درتها هي سي لو غيشي يونيك، يعني انسان مستثمر يفا انفستير يدخل عند لابي يخرج بكل الوثائق نتاعو، ما يشوف والي، ما يشوف رئيس دائره، ما يشوف رئيس بلديه، ما يشوف وزير، ما يشوف حتى احد. وهذا اللي خلى هذه اقل من سنه لابي راها في 8000 مشروع استثماري تطرح عندها، 8000 يعني أكثر من الشيء اللي درناه هذه 20 سنة. نظرة مستقبلية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قطعت الجزائر في عهده أشواطا هامة في تحقيق التنمية، وبقرارات مثل هذه يمكن تحقيق تنمية متساوية وبوتيرة متسارعة.